أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا دراسات في العهد القديم، وإحنا معانا النهاردة حلقة النهاردة حلقة خاصة جدا مختلفة خالص عن الحلقات اللي فاتوا، لأنه هنناقش شوية أسئلة معانا النهاردة طرحت على الفيسبوك عندنا. وإحنا معانا الأول القسيس، بنرحب بيه القسيس نشأت ويليام، بنرحب بيك النهاردة وعايزينك النهاردة بشوية أسئلة كده إن شاء الله الرب معاك. خصصنا الحلقة دي عشان نناقش سؤال طرح على الفيسبوك في صفحة الصفحة الموجودة عندنا على الفيسبوك من أخونا مو كواش في صفحتنا دراسات في العهد القديم. بتقول ليه في العهد القديم، لماذا الملوك وأثرياء اليهود كانوا بيمارسون تعدد الزوجات مثل الملك سليمان، وهل الرب يسوع غير أو جدد أي شيء في شريعة الزواج اللي كانت في العهد القديم؟ شكرا. عايزين بقى نسمع من القسيس نشأت ويليام شوية إجابات في الموضوع دوت. أمين بنعمة الرب. سؤال مهم جدا، موضوع مهم جدا، موضوع الزواج. أعتقد أنه في اختلافات كتيرة وفي أراء متعددة كتيرة إحنا بنشوفها الأيام دي كمان، فالموضوع مش بس بيرجع جذوره للعهد القديم فهنتكلم عن حاجة قديمة، لكن أعتقد أنه مرتبط كمان بحياتنا وطريقة تفكيرنا وطريقة تفكير الشباب لما يكونوا مقدمين على الزواج. فهو أخونا مو بنشكره، طرح موضوع خطير، والنهاردة بنعمة الرب خصصنا الحلقة دي لدراسته. إذا الوقت أسعفنا وقدرنا نخلص الموضوع يبقى كويس، إذا ما كانش يمكن كمان نخصص له حلقة تانية. لكن مبدئيا، لأنه سؤال جميل، هل رب يسوع غير في شريعة الزواج؟ لا، بكل تأكيد رب يسوع ما غيرش الشريعة، ده رب يسوع أكدها لأنها كانت موجودة في العهد القديم. يمكن في تعددات حصلت في الزواج، ده اللي احنا هنتناقش فيه وندرسه النهاردة، لكن خلينا نكون فاهمين في الأول إنه في فرق كبير من فكرة الله، وصية الله، كلمة الله، وطريقة تنفيذها. فإحنا هنمسك في فكرة الله اللي أعلنه لينا عن موضوع الزواج، وبعدين هنتكلم عن طريقة تنفيذ هذه الوصية أو هذا الفكر، ونشوف الفرق ما بين فكرة الله وما بين التطبيق أو الممارسة. يعني أنا عايزة بس أقول للسادة المشاهدين معانا إنه مش معنى إن هو قال لأ يبقى في تعدد زوجات، لكن إحنا النهاردة عايزين فعلا نركز كويس قوي في الأسئلة وفي الإجابة بتاعت السؤال ده بالذات. نشكرنا. أمين. الفكر اللي ربنا حطه بداية مع أول زوجين في الكتاب المقدس، أول زوجين في الخليقة كلها، الرب ما سابهمش بدون أن يعطيهم هذا الفكر. فبنلاقي في سفر التكوين في البدايات، سفر البدايات في البداية خالص الأصحاح الثاني والآيات 23 و24، خلينا نخلي بالنا احنا بنتكلم دلوقتي عن أول زوجين في الكتاب المقدس، ودي التعليمات اللي رب حطها من زمان خالص. طب نقرأ الآيتين دول مع بعض وبنعمة الرب نشوف الآية على الشاشة دلوقتي. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. ونبص شوية بقى مع بعض كده في الجزء ده: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. يبقى المبدأ من الأول خالص، من أول آدم وحواء،
ان الاثنين دول يكونوا جسد واحد، فما عادوش اثنين، بقوا جسد واحد. هذه العلاقة، هذا هو فكر الله عن الزواج. لما هل الرب يسوع أكد هذا الفكر، غير هذا الفكر؟ نعرف من كلمة الرب يسوع نفسها اللي قالها، وهنلاقيها موجودة في إنجيل القديس متى أصحاح 19 والآيات من 3 إلى 9. تعالوا نشوف لما الفريسيين جم يجربوا الرب يسوع عن هذا الأمر، يا ترى الرب يسوع أجاب بطريقة مشابهة، أجاب بطريقة مختلفة؟ تعالوا نشوف رأي الرب يسوع في فكر الزواج. وجاء إليه الفريسيون ليجربوه قائلين له: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ فأجاب وقال لهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى، وقال: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسدا واحدا. إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. قالوا له: فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ قال لهم: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم لرغبتكم لاختياركم لطلبتكم، أذن لكم، دي رغبتكم وقساوة قلوبكم فأذن لكم، لكن لأن تطلقوا نساءكم، لكن من البدء أو من البدء لم يكن هكذا. وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. وموضوع الطلاق يمكن مش هنتطرق ليه النهاردة في هذه الحلقة، احنا النهاردة بنتكلم عن موضوع الزواج بحسب السؤال اللي جانا. لكن من الأساس راجل وامرأة الاثنين جمعهم الله فأصبحوا جسد واحد. هذا هو النموذج، هذا هو الفكر، هذا هو المثال اللي الرب وضعه. الرب قال هذا الأمر في سفر التكوين، والرب يسوع أكده تماما، حتى لما هم حاولوا يعني يعملوا أذكياء وحاولوا يعملوا إيه، يعني احنا عايزين حاجة كده زي اللي موسى عملها، طب اشمعنى موسى قال لهم لا، ده هذا هو فكر الله، لكن اللي عمله موسى ده كان برغبتكم انتم واختياركم انتم، فتحملوا نتيجته انتم. هي فعلا اعطى، يعني زي ما بقول ان موسى اعطى كتاب طلاق من اجل قساوة القلب، فدي فعلا حاجة يعني برضو مهمة قوي ان احنا نعرفها بالظبط. يعني لما حد يقول لي طيب اهو موسى ادى الاذن، طيب ما ناخد الاذن بالظبط، هو ده مش موضوعنا، لكن انا ممكن اتكلم فيه دلوقتي بسرعة، انه مين عايز ياخد لقب قساوة القلب؟ اذا انت عايز تاخد لقب، اذا انت فرحان بلقب قساوة القلب خده، بس خلينا عارفين انه كل اللي قال عنهم الرب انهم في، انا بتكلم طبعا على شعب اسرائيل اللي خرج من ارض مصر وعاش في البرية، أنا عايز أقول إنه اللي خدوا لقب قساوة القلب كلهم فنوا، كلهم هلكوا في البرية، والكتاب المقدس بيقول لنا إنهم لم ينالوا شرف أو نعمة الدخول إلى أرض كنعان، لكن الأجيال اللي بعديها هم اللي دخلوا. فاللي عايز ياخد، اللي عايز ياخد لقب قساوة القلب، اللي عايز ياخد لقب انه يبقى بعيد عن ربنا، اللي عايز ياخد لقب ان انا عايز اعيش لدنيتي وعايز
يعني اعمل اللي انا عايزه واشبع غرايزي وشهواتي وانا عندي احتياجات وانا يعني وعايز امشي على النموذج بتاعي وعايز اعمل زي شعب اسرائيل اللي ضغطوا على موسى فاذن لهم. اذا كنت عايز تاخد لقب قساوه القلب يعني بس الثمن غالي غالي جدا جدا جدا. يعني زي ما عرفنا في بدايه الحلقه انه الرب خلق ادم بالظبط وحواء وهم دول اساس الزواج المثالي المثالي ده النموذج المثالي بالظبط. الاثنين يكونوا جسد واحد واللي جمع الله لا يفرقه انسان. تعالوا نشوف ازاي حصل بدايه فكره تعدد الزوجات. يعني المبدا الرئيسي ادم وحواء بالظبط. بنبص في سفر التكوين اصحاح 4 هنتتبع بعض الافراد الى ان نصل الى فرد هو ابتدى فكره تعدد الزوجات. ودي كانت البداية تعدد الزوجات. طبعا ده خدوا من حضارة الشعوب الموجودة، خدوا من حضارة الأمم اللي حواليه، اتعلموا من الشعوب الأخرى. لكن البداية كانت آدم وحواء. وبعدين نقرأ من تكوين أصحاح 4 ونقرأ من الآية 16 فخرج قايين من لدن الرب، عارفين ان قايين قتل هابيل فالرب رفضه، وسكن في ارض نود شرقي عدن. وعرف قايين مين؟ امرأته. يبقى اذا كانت امرأة واحدة. ده المبدأ اللي ربنا حطه في ادم وحواء. وبعدين قايين يتعلم هذا المبدأ برغم انه طرد، لكن من لدن الرب، من مكان الرب، لكن كان عارف. وعرف قايين امرأته فحبلت ولد حنوك، وكان يبني مدينة فدعا اسم المدينة كاسم ابنه حنوك، وولد لحنوك عيراد، وعيراد ولد محيائيل، ومحيائيل ولد متشائيل. ومتش كل دول الكتاب ما ذكرش انهم خدوا اكتر بالزبط. من واحدة، لكن ابتدى بقى ايه ومتشائيل ولد لامك، وهنا بقى البداية. واتخذ لامك لنفسه امرأتين. هنا ابتدت فكرة تعدد الزوجات في العهد القديم. وبعد لامك بقى ابتدى التطور. فنلاقي في سفر التكوين اصحاح 6 يعني بعد اصحاحين من هنا ابتدى بقى ايه، ابتدى بقى موضوع لامك انبسط منه، فابتدى اللي بعديه يجيب يتجوز اكتر ويجيب نساء اكتر. فطب هل ده يعجب ربنا؟ هل ده ربنا باركه؟ نشوف. ما هو ربنا حط مبدا وبنشوف اهو تدريجي. يعني هما كده ابتدوا يكسروا بقى مبدا الزواج المثالي بالظبط اللي ربنا حطه. فهل بالزبط. ربنا يرضى بده؟ هل ربنا يرضى بتعدد الزوجات؟ هل ربنا يرضى بهذه الأمور؟ تعالوا نشوف. فكلمة الله دايما هي اللي بتقول لنا، احنا بنيجي الكلمة حلوة قوي. تكوين اصحاح 6 بيقول ايه بقى؟ الايات الاولانية. وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الارض وولد لهم بنات ان ابناء الله رأوا بنات الناس انهن حسنات. فشوفي بقى الجزء اللي بقى. فاتخذوا لانفسهم نساء من كل مختار. ده كأنه نازل للسوق او ماركت ويشتري كأنها سلعة ويجيب اللي هو عايزه، يختار بقى زي ما هو عايز بقى. ما عادتش بقى لا زوجة ولا اتنين ولا تلاتة، لا ده بقى ايه. فاتخذوا انفسهم نساء من كل ما اختار. هل ربنا مبسوط بالكلام ده؟ هل ينفع ده يكون جواز؟ هل ينفع ده يكون جواز اللي ربنا حطه؟ بس هما للأسف بيقولوا ان ابناء الله، يعني هما كده ابتدوا ينحرفوا بقى. بقى بالظبط ابتدوا بقى ينزلوا الخطية. بالظبط كده. وابتدوا يحللوا الامور وابتدوا يعني ايه ينحرفوا. وطبعا بنات الناس او الاختلاط بالشعوب الاخرى، ودايما احنا دايما نقول بالزبط. اذا كنت انت في المسيح ما ينفعش تاخد حد غير في المسيح، لانه يعني اتحاد ابناء الله مع بنات بالزبط. الناس بيعمل ايه؟ بيعمل انحراف لابناء الله. فطبعا فدايما نقول لابناء الله انتظروا بنات الله، بنقول لبنات الله انتظروا ابناء الله. صح. هو ده الجواز المقدس، وده يجنبنا حاجات كتير، وده يدينا النموذج المثالي اللي ربنا عايزه.
وراء الرب، شوف نتيجة بقى لتعدد الزوجات، وراء الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض. كل تصور أفكار قلبه إنما هو شر. الراجل بقى عايز يتجوز ويقعد يفكر ويتجوز دي وياخد دي وبعدين يمشي دي وبعدين ياخد دي وبعدين، طب هي دي حياة؟ طب ده ربنا عايز جواز مثالي واتنين يتجمعوا، جمعهم الله يبقوا جسد واحد عشان يبتدوا يعيشوا بفكر الله ويعيشوا في الصلاة ويعيشوا في حياة شركة مقدسة وحياة شركة مع الله كاملة، لأن الحياة مش أكل وشرب وجواز، حياة فيها عبادة لله وتفرغ لأمر الله، ونسير زمان غربتنا بتقوى وبخوف وكده. لكن طبعا بنشوف ان ربنا حزن، وبنشوف انه امر تعدد الزوجات مش امر كان يرضى عن الله. شفنا طبعا نوح كان عنده زوجة واحدة، شفنا يوسف كان عنده زوجة واحدة، شفنا موسى وصفورة كان زوجة واحدة. اذا احنا شفنا في اسحاق خد رفقة زوجة واحدة، فشفنا في الكتاب نماذج فضلت متمسكة بالفكر، فكر الله برغم تعدد الزوجات اللي كان موجود في الأمم اللي حواليهم. بس كان في كمان هناك، كان في الوقت ده برضو اللي ما التزمش بالعهد اللي هو الزواج الواحد أو المثالي. كان عندنا إبراهيم، وطبعا من القصص المشهورة، ويعقوب، وكمان منهم اللي كان ليه زوجات كثيرة زي داود وسليمان. بالظبط. طيب ده طبعا أكيد، يعني ده أمر أكيد زي ما قلنا النموذج الإلهي هي زوجة واحدة في الفترة دي. عايزين نعرف كلنا أنه الوحي، إحنا الوحي في الكتاب المقدس وحي تدريجي، يعني فكر الله ينزله للإنسان بطريقة تدريجية. قدرة الإنسان كإنسان محدود إزاي يستوعب الله الغير محدود؟ إزاي ممكن الله الغير محدود يظهر نفسه للإنسان المحدود مرة واحدة؟ إنسان لا يتحمل. فكان الفكر تدريجي، فكان ربنا يدي لفكر الإنسان خطوة خطوة، فكره تدريجي. الكتاب المقدس ما كانش اكتمل في هذه اللحظات. الرب يسوع جه في ملء الزمان علشان يتمم الكتب ويتمم النبوات ويتمم النبوات في عصر التلاميذ اكتمل الوحي واكتمل الفكر الكتابي. فاحنا النهارده بنتكلم عن فترة ما قبل المسيح، فدي نقطة مهمة احنا عايزين نعرفها. طيب ليه بقى حصل هذا الامر؟ خلي بالك من وعزيز المشاهد، خلي بالك من نقطتين. اول نقطة ان كانت الامم والشعوب اللي حوالين ابراهيم كانت عندها امر تعدد الزوجات، وكان فكرة تعدد الزوجات في الوقت ده كان من اجل الانجاب. كان كل شخص بيشوف ان عزوته وعزه وكرامته في عدد الاولاد الكتير، فازاي انا اخد زوجة ما تنجبليش؟ فكان ده فكر الامم، فكر الناس اللي حواليه. فليه ابراهيم حصل له كده؟ لما نشوف ده في القصة في سفر التكوين صح 16. فعلا ده اللي حصل في القصة دي فعلا، انه حسينا انه سارة كانت يعني بتدفع ابراهيم وتقول له لازم تروح تتجوز الجارية بتاعتها علشان تجيب ابنها البكر اللي هو اسماعيل. فعلا بالزبط. في تكوين 16 ياريت تيجي على الشاشة ونشوفها مع بعض. بالظبط. يعني هو عشان وقت البرنامج، هي قصة كبيرة في تكوين 16، لكن الملخص بتاعها هو انه فعلا انه ربنا وعد ابراهيم ان يكون عنده نسل من سارة. سارة ما قدرتش تستحمل وشافت ابراهيم يعني مكانته وسط الناس ولازم يكون عنده نسل، فدفعت هاجر. بالظبط. ليه؟
لكن خلينا بقى اللي احنا عايزين نشوفه بقى فعلا. والآية دي أنا نفسي المخرج بعد إذن حضرتك تطلعها لنا، آية في سفر التكوين أصح 21 وآية رقم 12. الآية دي جميلة بقى عايزين نبص عليها، وآية من كلمتين كده صغيرين. لأنه بإسحاق يدعى لك نسل. يعني إيه؟ يعني ربنا أظهر لإبراهيم، ومش بس لإبراهيم، ده لأجيال بعد كده ولينا النهاردة، إن الزوجة الأولى ده مبدأ الله، مبدأ الله هي الزوجة الأولى، فالأولى هي سارة. إذن أنا هاخد إسحاق من سارة لأن ده مبدأي. أنت إبراهيم استعجلت لما قبلت إن كليك نسل من حد تاني، لكن أنا مبدأي هو أنت وسارة، أنا اللي جمعتكم أنتم بس، عشان كده أنا مش هاخد غير إسحاق. فده كان نقطة مهمة. بنشوف قصة يعقوب لما خد لي الأول، وبعدين لأن هو بيحب رحيل فخد كمان رحيل، إذن هنا تعدد زوجات عملوا يعقوب، مش كده؟ فسفر التكوين أصحاح 30 الآيات دي، خلينا نقرأ الآيات دي. وكأن كانت بتحصل في المكان في تكوين 30، تحس ان كان في منافسه ما بين ليئة ورحيل، ومين مين اللي ينجب اكتر من عدد من الاطفال، عشان يفتخر بيه ويقول انه يعني، فكانت منافسه. فده بيورينا مبدا في الفتره دي كان فكره الخلفه الكتير كانت مهمه لكل واحد، عشان يبقى عندي نسل وتعلن عن البركه، لان الراجل متبارك. وفي نفس الوقت الزوجه اللي ما كانش عندها قدره على الانجاب كانت بتبقى في مراره وحزن، فازاي انا اقدر اعيش في الوقت ده، وكان في شيء من يعني جهل، ذل، مزله ليه، مزله، وكان في شيء من الجهل. فانا بس بعض الايات يعني برضو عشان الوقت مع بعض. مثلا الآية من سفر التكوين 30 ونقرأ من الآية 1. فلما رأت رحيل أنها لم تلد يعقوب غارت رحيل من أختها وقالت ليعقوب هب لي بنين وإلا فأنا أموت. شايفة الموضوع كان صعب، الموضوع صعب جدا. فحمي غضب يعقوب على رحيل وقال ألعلي ما كان الله الذي منع عنك ثمرة البطن. فقالت طب هعمل إيه؟ الناس بتعمل إيه؟ الناس بتعمل الآتي، هو ذا جارية بلها ادخل عليها فتلد على ركبتي. ما كانش ده غلط وقتها بالنسبة للحضارة، بالنسبة للثقافة، بالنسبة للقوانين، بالنسبة للعرف الموجود، فكان ده طبيعي، لازم يعقوب يبقى عنده عيال، ولازم رحيل كانت تشعر ان هي قدرت تعمل حاجة، لانه لما تجيب له جاريتها هتولد على حجرها، هيبقى الولد ده تبعها لان هي سيدتها. ولو كملنا القرايات هنلاقي انه دي جابت عيل فدي تغير فتجيب عيل وهكذا، والقصه توصل للنهايه. لكن اللي انا عايز اقوله من القصه دي ايه بقى؟ نفس الفكره، ربنا بيحافظ على المبدا الالهي، الزوجه الاولى، الزوجه الاولى. خلاص انت يا يعقوب يعني اتصرفت كده، انت حبيت رحيل، نعم لبان ضحك عليك واداك الكبيرة الاول وانت بتحب يعني، فانت برضو ما قدرتش، ده غلط. لكن اللي حصل ايه في الاخر؟ للأسف. انه خد يهوذا، الرب خد يهوذا عشان يخرج منه الفرع الملوكي، داود جه من يهوذا، والرب يسوع له كل المجد جه من يهوذا. منين؟ من ليئة ويعقوب الزوجة الأولى. ونلاقي كمان الرب اختار اللاويين، الكهنة اللي وقفوا قدامه يخدموا في الهيكل، من مين؟ من ليئة برضو. فنبص مثلا في تكوين 49 آية رقم 10، لما كان يعقوب بيبارك أولاده، وده كانت بركة يهوذا. بقول ايه؟ لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون. وشيلون ده اسم آخر من أسماء المسيح، معناه أنه في
حد هيجي الناس كلها تخضع لي. فكانت نبوة على الرب يسوع من يهوذا، من يهوذا ليعقوب وليأب. وله يكون خضوع شعوب. فلما كانش الموضوع ده صدفة، يعني الموضوع ده انه يبقى إسحاق ويبقى يهوذا ويبقى لاوي ما كانش صدفة، لكن كان ربنا عايز يقول ايه. المبدأ الرئيسي هو راجل وزوج وزوجة، والاتنين دول يجوا اجمعهم مع بعض ويبقوا جسد واحد، ويبقوا ما جمعه الله مفيش قوة في الدنيا، مفيش مشكلة في الدنيا. والنسل اللي بيجي من الزوجة الأولى بيبقى هو المبارك المختار اللي اختار منه. يعني فده بإعلان من ربنا ان انا حطيت المبدأ، وانا عايزكم تعرفوا انه غير كده هيبقى فيه مشاكل، وهنشوف الكلام ده قريب في كمان دقايق. لكن اللي انا عايز اقف بيه هنا النهارده، انه عايز اقول كده، عايزين نقول نسمع الكلام ده ونطبقه في وقتنا الحالي. عايزين نقول انه مفيش، زي ما الرب بيقول وما جمعه الانسان والله لا يفرقه انسان. عايزين النهارده نقول مفيش قوه في الدنيا تفرق الجواز، مفيش مشكله في الدنيا، مفيش اي امر في الدنيا مفروض انه يفرق بين الزوج والزوجه. والله جمع الاثنين، فاحنا النهارده لابد ان احنا يكون عندنا هذا التمسك. اصل في مشاكل، اصل انت ما تعرفش الظروف، اصل ما جمعه الله لا يفرقه الانسان. الرب ادانا الغفران صح، وادانا المحبه، دي امور الهيه وضعها في قلبنا. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. كم مره بنقولها في اليوم؟ مبدا الغفران، زي ما بغفر للناس انا بغفر لزوجتي، انا بغفر لزوجي. رب حط علاقه. ازاي ده الجواز في المسيحيه صعب قوي؟ ايه ده يبقى بنسمع الكلام ده؟ لا، ازاي اعيش مع مراتي العمر ده كله؟ ازاي ده شيء صعب؟ ده انا واخد تأبيده ولا ايه؟ ده حتى اللي واخد تأبيده ياخد مش عارف ايه براءه في نص المده. بنقول كلام وفي في في هزار وفي تهريب. لا، ما هو هو مش جو مش 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 حط قرار ربنا وغصب يعني انت هو ده تأبيده. لا، ده قال لك فكره الجواز بالشكل ده وداك امور تساعدك عليها، زي الغفران وزي المحبه، علمك التضحيه، علمك العطاء. تخيل بقى هذا الزواج اللي انت بتقول ده صعب وانني انا في مشاكل، لو انت عارف ان ربنا حاطط لنا مبادئ روحيه تزرع تسقي هذا الزواج، هو المحبه. اصلا انا ما بتحبنيش، اصلا هو ما بيحبنيش، حبيه، حبها حب المسيح، حب التضحيه. فلما عايز اقوله قبل ما انقل بس من النقطه دي، ما جمعه الله لا يفرقه انسان. والرب ادانا الحب، والرب ادانا الغفران، والرب ادانا التضحيه، والرب ادانا الصبر. وزي ما انا بطلب حقوق من الاخر، الرب اداني كمان ان انا اصبر على الاخر، ان انا اغفر الاخر، وان انا احب الاخر. بالشكل ده زواج المسيح هيبقى زواج مقدس، والعالم كله هيفتخر بالزواج المسيح. سمعنا ناس من ديانات اخرى بتقول انا لما قررت اتجوز انا رحت كده قلت له انا هتجوزك على الجواز المسيحي، جواز الفكر الالهي اللي حطه ربنا من قبل حتى ما يجي الرب يسوع متجسد في ارضنا. الفكر الالهي المقدس عن الزواج موجود من فتره كبيره. طيب، لكن انت اشرتي كمان انه سليمان وداود بالظبط. فزي ما قلنا انه الفتره الاولى كانت الاعراف والقوانين واللي كان متبع للشعوب، هو ان الزوجه العاقر بتدفع جارياتها وتسمح له بالزواج، وتعدد الزواج كان الهدف منه هو ان يبقى في نسل كبير. كان كمان ملوك اللي موجودين في الشرق، كان الملك يتحسب غناه ويتحسب عظمته من عدد الخدمين، من عدد اللي بيشتغلوا عنده، من الزوجات اللي عنده. فهل ده برضه مفروض انه يكون مبدأ صح؟ لا طبعا. لكن اللي حصل انه داود وقع في هذه المشكلة، وبرضه هنعرف ايه اللي حصل بعد كده. سليمان نفسه وقع في هذه المشكلة. خلينا نشوف
آية في صمويل الثاني أصحاح 5 وآية 13. صمويل الثاني أصحاح 5 وآية 13. وأخذ داود أيضا سراري ونساء من أورشليم بعد مجيئه من حبرون. فولد أيضا لداود بنات بنون وبنات. إذن المبدأ هو أنه خد لي نساء زي ما بيعملوا ملوك الأمم من الغنى يعني. ده لأنه ملك غني، لأنه ملك يقدر، ولأنه مش كمان يعني هو غنى لكن كمان لأنه ملك. وكان الملوك يفتخروا بهذا الأمر. في ملوك الأول 11 وأصحاح 3 نشوف بقى سليمان كمان. وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة. ما هو بقى ملك عظيم بقى، كل ما يبقى ملك عظيم كل ما يزود النساء. مع بنت فرعون ومؤبيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحثيات من كل أمة من كل ناس. فطبعا الناس كسرت بمثلهم يعني زي إبراهيم وزي داود وناس كسرت. والكتاب صريح، والكتاب بيكلمنا، والكتاب بيكتب كل هذه الأمور لأن كتابنا كلمة الله التي الله حفظها عبر التاريخ، بتضحط كل اتهامات لها بالتحريف أو بالتغيير، لأنه لم يسمح لأي إنسان، رب حفظها بنفسه وذكر كل هذه القصص عشان تكون لتعليمنا. وفي هذه القصص لم تتغير، لم يحذفها أحد عشان حتى يعني إزاي الملك داود يعمل كده، إزاي الملك سليمان كده، لا، كلمة الله ثابتة وحية وموجودة والله حفظها طول آلاف السنين علشان تغيرنا وعشان نتعلم منها. لكن طب بكل تأكيد كانت أكيد في نتائج سيئة من المترتبة على الحياة اللي هي بعيدة عن النموذج الإلهي. فإحنا عايزين يا ترى اللي كسروا النموذج الإلهي اللي هو يكون امرأة واحدة ورجل، يا ترى اللي هم سلكوا بحسب التقاليد زي ما قلت وبغناهم وملوك وأثرياء، دول كانوا عايشين عيشة مثلا كويسة وفي أمان وفي سلام وطمأنينة؟ احنا عايزينك تكلمنا عن ينفع الكلام ده؟ ينفع الكلام؟ ينفعش. ما ينفعش ان حد يكسر القانون الإلهي ونقول ايه يعني كانوا عايشين في سلام، ولا طبعا ما ينفعش. يعني من كثر النموذج الإلهي سيدفع الثمن. فما يمكن تمشي معاهم، اصل يمكن بس يعني خلينا بس اعملها ودي شهوتي ودي رغبتي وبفلوسي اقدر اعمل اي حاجه وبلاش دي وخليني في دي وخلي النموذج الالهي يعني يبقى، خلي النموذج الالهي يعني معلش دلوقتي وعفى الله عما سلف. لا لا لا، انا عايز اقول يعني سؤال حضرتك جميل، وانا عارف انك بتساليه بالنيابه عن يعني بتقوله لي عشان حتى يعني يحصل عملية استفزاز، لكن لا ولا حقوق. أنا مش عايز حد يقول أنه أنا هكسر النموذج الإلهي وفي احتمال أن أنا أعيش سعيد. أنا عايزك تشيل ده من دماغك، عايز تشيل ده من دماغك. أنا بس نفسي قبل ما نكمل يا جماعة اللي عنده أي تساؤل، إحنا دلوقتي على الهوا وعايزين نتلقى أي مكالمة، واللي مكسوف يكلمنا عندنا على الشاشة كمان هيظهر عنواننا على الفيسبوك. لو تقدر عندك اي سؤال او اي حاجة نفسك تشارك فيها في الحلقة ياريت نسمع منك او تكتبه، وعلى طول الحلقة الجاية او دلوقتي واحنا معاك ياريت فعلا نسمعكم وتشاركونا اعزائنا المشاهدين. طيب ونكمل نرجع للسؤال الاستفزازي. لا لا، احنا عايزين نقول كده بكل بساطة ونكون صرحة مع نفسنا، لازم نعرف النموذج الإلهي عشان لما نكسر النموذج الإلهي نبقى عارفين احنا ندفع ثمن غالي، نبقى احنا مستعدين لدفع هذا الثمن الغالي. احنا الوصية اللي ربنا حطها في سفر التثنية في التوراة في كتاب موسى او كتب موسى هو انه لا يكثر له نساء لئلا يزيغ قلب. المبدأ الرئيسي من وقتها ان موسى حد ما تكترش ما تاخدش نساء.
كتير. هي الزوجة بتاعتك. وده كان المبدأ. لكن تعالي نشوف أول قصة مثلا ذكرناها إبراهيم. ونقرأ الآيات دي مع بعض. تكوين أصحاح 16 وهنقرأ الآيات من 3 ل 6. ودي أول قصة عندنا لما إبراهيم قبل نصيحة سارة وأخذ هاجر عشان يجيب منها ولد. فأخذت سراي امرأة إبراهيم هاجر المصرية جاريتها. خلي بالك جاريتها. من بعد 10 سنين لإقامة إبرام في أرض كنعان. بعد عشر سنين لإبراهيم وهو قاعد في أرض كنعان. أعطتها لإبرام رجلها زوجة له. فدخل على هاجر فحبلت. ولما رأت أنها حبلت صغرت مولاتها طبعا في عينها. طبعا. خلاص بقى هي الست الكبيرة. افتخرت بقى أنها جايبة العيل أكيد. بالظبط. وزي ما قلنا اللي ما بيجيبش عيال بيبقى يعني مرة النفس وبيبقى منظره مش حلو يعني نظرة المجتمع دي وكده. فقالت سراي لإبرام ظلمي عليك أنا دفعت جاريتي إلى حضنك. فلما رأت أنها حبلت صغرت في عينيها. يقضي الرب بيني وبينك. فقال إبرام لسراي هو ذا جاريتك في يدك افعلي بها ما يحسن في عينيك. فنقرأ بقى الجزء اللي جاي. فأذلتها سراي فهربت من وجهه. في عملية ايه بقى؟ ذل. لهنا شفنا سارة وهي مرت النفس، صغرت في عينيها، صغرت في قيمتها، فحصل عملية غيرة، عملية مشاكل كان في غنى عنها، لكن ابتدت المشاكل تظهر. وبنشوف في تكوين 21 الآيات 8-10. لكن خلينا نقرأ الآية دي. لما ابن هاجر المصرية لقيته بيمزح مع إسحاق ابنها فاتنرفزت وقالت اطرد هذه الجارية وابنها لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق. انطردت وانطرد ابنها وابتدت طيب ما هو ايه لازم الدكول؟ اذا مشاكل، اذا في خصام، اذا في طرد وهكذا. فاللي احنا من الصورة دي بنلاقي انه كان ابراهيم في غنى عن هذا الامر. كان لكن تعدد الزوجات او في هذا الامر ما كانش من فكر الله. ودينا شفنا التمن كان غيرة وكان ذل ومزلة وحزن وضيق ومرارة نفس وهكذا. قصة تانية معايا حطيتها برضو قصة جميلة عن شخص اسمه جدعون. جدعون برضو هو كمان ابتدى يتعلم من الشعوب اللي حواليه انه ياخد زوجات كتيرة. وجدعون كان رجل الله في سفر القضاء. طب نقرأ الآيات دي. قضاء أصحاح 8 وآيات 30-31. كان لجدعون 70 ولد. حاجة عظيمة. الراجل بقى يعني ايه وافتخار وسط الأمم. طبعا عادات الأمم في الوقت ده مش, 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 مش لازم ان احنا ننظر للأمم ونتعلم منهم. لكن لازم نشوف الفكر الإلهي والكلمة الإلهية عشان نطح. كان لجدعون 70 ولد خارجون من صلبة. لأنه كانت له نساء كثيرات. وسريته التي في شكيم، السرية اللي كانت عنده أو الخادمة اللي كانت عنده، ولدت له هي أيضا ابنا فسماه أبي مالك. في الأصحاح اللي بعدي بقى قضاة 9 نشوف نتيجة كسر هذا النموذج الإلهي اللي ربنا حطه. فتكلم إخوة أمه عنه في أذان كل أهل شكيم بجميع هذا الكلام، فمال قلبهم وراء أبي مالك لأنهم قالوا أخونا هو. وأعطوه 70 شاقل فضة من بيت بعل بريث.
فاستأجر بيها أبي مالك رجالا بطالين طائشين فسعوا وراءه، ثم جاء إلى بيت أبيه في عفرة وقتل إخوته بني يربعل. بني يربعل ده الاسم الثاني بتاع جدعون اللي هو عدو البعل أو يخاصم البعل، فهو لأنه كان رافض البعل أو رافض عبادة البعل فاتأخذ هذا الاسم. 70 رجل على قتل إخواته اللي هم 70 ولدا. يس 70 رجل على حجر واحد. يربعل ليقاتله البعل كان عنده عداوة، كان ماشي كويس جدا، كان عنده عداوة مع آلهة الأمم، كان عنده عداوة وكان ماشي مع ربنا، لكن نموذج اتغير، خد نموذج العالم مكان النموذج الإلهي، وكان عنده تعدد زوجات. بنشوف انه النتيجة كانت ايه؟ تراجيدي، حزن شديد جدا، قتلوا كل الولاد في يوم واحد على حجر واحد، كلهم اتقتلوا. قصة لتعدد زوجات تانية معانا، القانا وحنة وفننة. بنشوف القصة دي في صمويل الأول أصحاح واحد، وبرضو تعالوا نشوف تعدد الزوجات بيعمل إيه. كان رجل من رمتين صوفين من جبل إفرايم اسمه القانا، وله امرأتان برضو كسر النموذج، اسم الواحدة حنة واسم الأخرى فننة، وكان لفننة أولاد، أما حنة فلم يكن لها أولاد، وكانت ضرتها تغيظها. شايفين في علاقة غيظ، غيظا لأجل المراغمة، ما كانش بتقدر تجيب ولاد، فكانت تانية تقعد تغيظها وتضايقها، طب ليه كده؟ وهكذا صار سنة بعد سنة، كلما صعدت إلى بيت الرب هكذا كانت تغيظها، فبكت ولم تأكل. القصص كتيرة عندنا. سليمان إزاي أنه برضو تزوج نساء كتيرة، وحاولت النساء دول أنهم يستميلوا قلبه إلى عبادة آلهتهم، فابتدى يعبد آلهة الأمم، وابتدى النساء الغريبات ياخدوه بعيد عن علاقته بربنا، إذن ما استفادش حاجة، عاش حياة حزينة ويعتقد المفسرين ان هو اللي كتب سفر الجامعة، وده بيعلن توبة للرب، لكن من غير هذه التوبة كان قد فقد حياته بسبب تعدد الزوجات، وانه مشي وراهم ومشي وراء افكارهم. ايضا بنشوف داود، وداود الملك برضو بنلاقي ايه اللي حصل، بنلاقي انه عمل مشكلة كبيرة جدا. داود أخذ امرأة أورية، خد زوجة متزوجة، خطأ اشتهاها بالضبط. الكتاب المقدس ذكر أيضا هذه القصة، لأن كتابنا كتب كل شيء بكل أمانة واستقامة عشان روح ربنا يعلمنا ويفهمنا. طيب وبعدين، وبعد ما أخطأ، طيب ما هو انا ما ينفعش لانه بثشبع بقت حامل، نعمل ايه؟ تسبب في قتل جوزها علشان يقتل أورية بالضبط، وضعوا في مقدمه الجيش عشان الاعداء يضربوه فيموت، وخد بثشبع زوجه ليه، بقى عنده تعدد زوجات وبعمل خطيه، طيب في ثمن لكده؟ كسر النموذج الالهي، عايش في سلام؟ لا. عايش في طمانينه؟ لا طبعا لا. ابنه وهي بتولده مات. بنشوف قصة أمنون وثمار، بنشوف قصة أبشالوم، بس أمنون وثمار علاقة جنسية بين الأخ وأخته، شيء محرم حصل في بيت داود وفي أولاد داود. بنشوف أبشالوم بيروح وراء أبوه عشان يقتله، لكن القصة بتقول إنه هو هربان، شعره لأنه طويل تربط في شجرة، وجم رجال داود وقتلوا، قتل وزنا ومرارة وحزن، يعني خطية من كل ناحية. فإذا المبدأ هو تكسر المبدأ الإلهي تدفع الثمن،
والثمن قتل، الثمن غيرة، الثمن حقد، الثمن مرارة، الثمن مذلة، الثمن هوان، الثمن ضيق. النموذج الإلهي نموذج فريد ونموذج نتمسك به بكل قلبنا، مهما كان الضيق اللي بنمر به، مهما كانت المشكلة، مهما كان استحالة الحياة. الرب ادانا أفكاره، ادانا كلمته، ادانا عمل روحه فينا بالحب وبالغفران علشان نقدر نحافظ على الزواج ولا نطمع في أمر آخر، لا في علاقة خارج نطاق الزواج، لأنه ده مش في النموذج اللي الله حطه، ولا نطمع في ان احنا ننفصل من اجل الزواج باخرى. هذه الامور وان كانت شكلها براق يعني، لكن ده خطيه بتجذب الانسان علشان تغريه، وفي الاخر يحصل الخطيه ويحصل انحراف ويحصل دمار. ناس كتير تقول انا بس ده حقي وانا ليا حق، وانا ما بلاقيش حقي في زوجتي، وانا ليا احتياجاتي الجسديه ومحدش حاسس بيا وكده. طبعا ليك احتياجات الجسديه، والرب دبر هذا الامر علشان تجد الحب وتجد الحنان في هذا الامر، في هذا النطاق وليس في خارج هذا النطاق. انا جعان، انا لازم اكل، فانا يعني ده احتياجي الجسدي. طيب هتعمل ايه؟ هتسرق عشان تاكل؟ هتسدد احتياجاتك الجسدية من خلال امر غلط او خاطئ؟ رب لا يبارك. عشان كده قال من عرق جبينك تاكل خبزك. نفس الفكرة في فكرة الجواز، انا عندي احتياجاتي، انا عندي رغبة في الحب، انا عايز احس اني بحب وبتحب. الرب خصص نطاق نتحرك فيه، نعلن مشكلتنا قدام الرب، نعلن احتياجنا قدام الرب، نقول له رب انا عايز امسك في النموذج الالهي واتمسك بيه، انت تعلم باحتياجي، سدد احتياجي. اللي كان محتاج للاكل والشرب رب يدبر له شغل، واللي عنده احتياج للحب واحتياج لاحتياج جسدي لامور الرب بيسدد، الرب يسدد والرب يسدد، لكن نثبت ونصبر على هذا الأمر، ولا نستعجل ولا نختار بعنينا البشرية، لكن نختار في علاقة مع الرب. أنا اللي أنا بحبها مؤمنة بتحب الرب يسوع، والرب بيديني راحة ليها، باخد الأمور وبصلي قدام الرب وبسأل المرشدين في الكنيسة وبدرس عن هذا الأمر. إذا الرب مديني النور الأخضر وهي كمان في محبة بيننا بنقرب من بعض، لكن لا نستعجل ولا نفكر ان احنا نعمل نموذج من عندنا ونقول ده حقنا، لانه اي نموذج خارج النموذج الالهي الثمن جحيم، الثمن عذاب، الثمن مرارة. يبقى انا بتجوز ومستعجل واقول ايه ده، انا هم كلهم يومين اللي شفتهم حلوين وبقيت عمري كله. طب انت استعجلت ليه؟ ما احنا قرينا وعندنا قصص كتير، بس وقت البرنامج مش هيكفي. ادرس كلمة الله واقرأ القصص في العهد القديم وشوف انه نتائج الانفصال او نتائج تعدد الزوجات او نتائج ممارسة العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج قد ايه ثمنه مكلف جدا وغالي جدا. ولولا قساوة القلب زي ما الرب قال من خلال موسى ورغبتهم سمح لهم، لكن قساوة القلب معناها إنسان مرفوض من الله. فهل من أجل علاقة خاطئة أو من أجل محبة شهوانية مرتبطة بالجسد أكثر ما هي مرتبطة بالقلب والذهن والروح ومتمشية مع إيماني ومتمشية مع فكر المسيح، هل تستحق هذه العلاقة أني أخسر من أجلها استقراري وسعادتي وراحتي وأبديتي وابقى قاسي القلب وابقى لا؟ احبائنا الزواج في الفكر المسيحي بنشوف الرسول بولس بيتكلم عنه ازاي في الايات اللي جايه في الرساله الاولى لكورنثوس اصحاح 6
والآيات 15 و16 بكل قداسة وبكل محبة يكلمنا ويؤكد على فكر الرب يسوع عن موضوع الجواز. ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ أنتم مش عارفين أن أنتم جزء من جسد المسيح وأنتم أعضاء في المسيح؟ ألم تعلمون أنه الكنيسة هي جسد المسيح وكل شخص في الكنيسة هو عضو؟ فإذا يقول بقى كده، أنتم مش عارفين أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ سؤال. عارفين. طيب، أفأخذ أعضاء المسيح واجعلها أعضاء ثانية؟ كلمة صعبة، كلمة أنا بقولها جسمي بيرتعش. هل ممكن أنا أخذ أعضاء المسيح إلهي المتجسد من أجلي، اللي أخذ صورة عبد، اللي لبس جسد عشان يفديني، وهو إله بلا خطية، وهو إله قدوس، وهو إله سحق الشيطان، وهو إله على الصليب جرد الرياسات والسلاطين وأعطاني حياة أبدية، الإله اللي كان ليه سلطان على الريح وليه سلطان على الميت وليه نادى العذر فطلع له ومفيش حاجة وقفت قدامه، قادر على كل شيء، إله عظيم، قال أنا هو أنا هو أنا هذا الإله القدوس، أخذ أعضاء المسيح. فشوفي، شوف الصعوبة ربطها إزاي، ربطني إن أنا وحضرتك وجميع المشاهدين، كل زوج وزوجة هم أعضاء في جسد المسيح. فهل ينفع إن أنا أعمل علاقة خارج نطاق الرب حطه؟ فأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء ثانية؟ حاشا. أنا يعني زي ما بقول إيه، أنا آسف إني قلت الكلمة دي، حاشا. أم لستم تعلمون، رح رابطها بقى، أن من التصق بزانية هو جسد واحد، لأنه يقول يكون الاثنان جسد واحد. لا لا، هي أصلها مش زانية، لا لا هي مش زانية، لا، ما هو أي علاقة خارج نطاق الزواج المسيحي اللي عينه الله لا ينفع أن يتقال عن زواج، فخارج هذا الإطار لا يبارك الله. فإحنا النهاردة اتكلمنا عن فكرة تعدد الزوجات، شفنا المرارة، شفنا الأحزان، وأعزائنا المشاهدين سمعين هذه الكلمات، إنه لكل قرار بيأخذ خارج نطاق فكر الله والنموذج اللي حطه الله، أنا ما عنديش صبر ليه، أنا ما عنديش رغبة في الانتظار، أنا ما عرفش إذا كان هيتقدم لي حد تاني ولا لأ، ما فيش غيره، أي نعم مش مؤمن، أي نعم مش بتاع كنيسة، أي نعم مش بتاع ربنا، أي نعم أي نعم، بس أنا يفضل إنها تفضل من غير جواز، أحسن إن ترتبط بحاجة بعيدة عن محضر ربنا وكلمته. ننتظر الله، ننتظر تحقيق المثال بالضبط كده. هي فعلا فرصة حلوة لكل واحد على فكرة مقبل على الزواج، ياريت فعلا كلنا نكون النهاردة حاجة فعلا قوية جدا، يمكن يكون صوت ربنا ليك انك تكون قاعد معانا وتعرف ايه مفهوم الزواج في الكتاب المقدس، وازاي اختار شريك الحياة، وازاي اكون العلاقة تكون مقدسة وفي اطار كلمة الله وفي اطار النموذج، ونصبر على هذا النموذج لانك هتكون اسعد، وهتكوني اسعد انسانة في الدنيا. فلا تتعجل السعادة الان، لا تتعجل السعادة بالانفصال وتعتقد انه الانفصال هيديك السعادة لاني خلاص اخيرا اخيرا هرتاح من النكد، لا لا تستعجل، لان اللي انت فيه هو ده اللي ربنا حطك فيه، او انت دخلت فيه واداك صبر واداك غفران واداك محبة المسيح علشان تصون هذه العلاقة وتغير هذه العلاقة، فترى بركة الله وترى تدخل الله وترى عمل الله في حياتك. الرب مهتم جدا أحبائنا بموضوع الزواج لسبب قوي جدا لازم تعرفه، هو أنه الرب كان بيشبه علاقته بشعبه بعلاقة الزواج، وأيضا الرب يسوع كان بيشبه علاقته بشعبه بكنيسته من خلال الزواج. فكانت الفكرة هي أنه الرب عايز الزوج والزوجة يبقوا في هذه القداسة زي علاقة الله بشعبه.
وزي علاقة الكنيسة الرب يسوع الرأس بالكنيسة. وأنا عارف إن فاضل دقايق بسيطة أعتقد. أكيد. طيب أنا هختم بس يعني بالإشارة اللي الرب يسوع قالها للكنيسة ومحبته للكنيسة، وقال الزوج والزوجة على نفس المستوى. وتكون دي الآية اللي نختم بيها، أفسس أصحاح 5 وآيات 22-25. الرب يسوع ابتدى بهذه النصايح: أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب. إذا أنت عايزة تخضع لربنا، بالأولى اخضع لجوزك. لا أنا مش اخضع لجوزي، أنا اخضع لربنا. ما ينفعش. لأن الرجل هو رأس المرأة، كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح، كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. وبعدين الرجال يعملوا ايه؟ أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. الرب بيحط لنا النموذج، قال إنه العلاقة الرجل والمرأة هي علاقة الله بشعبه، علاقة مقدسة، علاقة فيها قداسة وفيها نموذج إلهي. علاقة الكنيسة بالرب يسوع عايزها تكون في نفس الطريقة، نفس نموذج علاقة الزوج والزوجة. الزوجة تخضع للزوج كما تخضع الكنيسة للرب يسوع، والزوج يحب الزوجة كما أحب المسيح الكنيسة. طب هو الرب يسوع أحب الكنيسة إيه؟ أحب كنيسة ضعيفة، أحب الكنيسة في ضعف وفي هوان وفي خزي، أحبها بلا شروط خطية وبخطيتها، وأحبها وأسلم نفسه لأجلها عشان من خلال عمله على الصليب ومن خلال دمه اللي سال من أجلها ومن خلال محبته القوية الشديدة ليها يطهرها ويغسلها. فأحبانا هذا هو النموذج الإلهي اللي وضعه لينا، وعلينا ان احنا نرفع مستوى الزواج الى هذا، ما ننزلش الى تحت لكن نرتفع الى فوق، ما ننزلش الى قصة الانفصال وعلاقات غير في نطاق الجواز، وما ننزلش للطين تحت لان ده ثمنه غالي قوي. لان كل ما ننزل تحت يحصل ايه؟ نهوي والهاوية تحت خطية. لكن عايزين نرتفع للنموذج اللي حطه ربنا في الجواز. النهاردة إذا كانت في مشاكل في الجواز، وإذا كانت في علاقات مجروحة، نضع هذا الأمر لهذا المستوى ونرتفع ونعطي محبة لشريك حياتنا كما أحب المسيح الكنيسة. نعطي حب بلا شروط وبلا مقابل، حب في إسعاد الآخرين، في إسعاد الآخر، حب في التسامح للآخر، ونعمل صيانة لهذه العلاقة. ودايما نخلي بالنا للصورة، احنا بنرفع مستوى حبنا زوج وزوجة لمستوى الكنيسة والرب يسوع المسيح، علاقة مقدسة. انا اتمنى تكون الاجابة الى حد ما لمسناها مع مو كواش. اذا كان عند مو كواش اسئلة اخرى واحنا ما لمسناش كل موضوع عن تعدد الزوجات والاختلاف، مفيش اختلاف ابدا بين العهد القديم والجديد، هو الرب حط نموذج واحد لكن التطبيق اختلف، ولما اختلف التطبيق كان الثمن غالي. التطبيق الرئيسي اللي احنا عايزين ننفذه هو اللي وضعه الرب: ما يجمعه الله لا يفرقه انسان. احنا فعلا النهارده استمتعنا بكلام روحي جدا وكتابي جدا، فيش حاجة برا الكتاب خالص، واللي عايز يتناقش في أي شيء عنده أمر محيره، إحنا برضو ما زلنا حاطين الفيسبوك عندنا العنوان، تقدر تتابعنا، تقدر تسأل أي سؤال محيرك. كان نفسنا تشاركنا النهاردة في الحلقة، لكن إحنا برضو عندنا العنوان موجود على الشاشة. وفعلا بنشكر ربنا لأجل المعلومات الروحية اللي أخدناها النهاردة. وأي إنسان مقبل على الجواز
اكيد هيلاقي الحل، واكيد هيسمع صوت ربنا النهارده فعلا. وكل انسان متجوز حاليا بالزبط. يعمل صيانه لجوازه بالظبط، ويعمل ارتفاع لقيمه زواجه. امين بالظبط. ويسمع ما ينساش اخر ايه في افسس 5 ان كل واحد عنده دوره، لازم تعمل دورك كويس جدا. النساء عليهم يعملوا يخضعوا، والرجاله عليهم يحبوا نسائهم. وانا فعلا بشكر ربنا جدا، وبشكرك قسيس نشأت قد ايه فعلا استمتعنا. لكن وقت البرنامج خلص خلاص، لكن هنقابلكم معانا في الاسبوع الجاي بتوقيت كندا الساعة 9 مساء، ونحب فعلا تكون معانا. واي سؤال احنا بنرحب بيك معانا باستمرار، والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله.